ولا بد لي في هذه اللحظات الحاسمة من أن أوجه تحية من القلب إلى هؤلاء العسكريين البواسل الذين جاءوا إلى قطرنا من المغرب الشقيق ليشاركوا في معركة العزة والكرامة وليقدموا الدم سخيا. أننا قررنا أن نرسل إلى سوريا الشقيقة وحدات آلية وقوات بشرية من قواتنا المسلحة الملكية ابتداء من الشهر المقبل. جيتم تطوع باش نشيل الاراضي العربيه، ندافع في جنب خوتي العرب كلهم ونسحق المغاربه اللي كانوا تما. ابراهيم بلالي نعم، جينا في سبيل اخواننا في الشرق وباش نتعاونوا معاهم. نعم، دوزت 4 سنين في الجيس، دوزت 2 عامين ديال التسنيد الاجباري ومن بعد زدت انا عام ونص. من أكثر الإشاعات اللي انتشرت على ملك المغرب الراحل الحسن الثاني أنه بيع بالعرب عند إسرائيل في حرب 67، وأنه في 13 تنبر 1965 خصص جناح في الوطيل لجهاز الاستخبارات الموساد الإسرائيلي للمؤتمر اللي كانت فيه أشغال القمة العربية في الرباط باش يتجسوا، وأنه أعطاهم الكاسيطة فيها تسجيل كامل ديال كاع داكشي اللي دار في المؤتمر وكاع الوثائق والمستندات والخطط. القصة اللي خرجوا بها عناصر الموساد في صحيفة إيديعوت أحرونوت على لسان الجنرال شلومو غازيت، واللي كيتيق هاد القصة اللي خرج بها أكبر مجرم في القرن العشرين واللي كان سبب في تشتيت وتهجير وقتل الفلسطينيين اللي كيتيقوا فراه يا إما صهيوني بحاله ولا حمق. أول حاجة خاصك تعرف أن الملك الراحل الحسن الثاني كان رئيس لجنة القدس الشريف واللي تأسست سنة 1975. شنو كتعني رئيس لجنة القدس واللي كيرأسها حاليا ملك المغرب محمد السادس؟ وشنو قدمت هاد اللجنة للفلسطينيين؟ ليس حضوة أو جاها، وإنما هي أمانة عظمى ومسؤولية كبرى أمام الله وأمام التاريخ، كيف ما قال الملك محمد السادس في الدورة العشرين ديال اللجنة. من 1998 حتى 2018 11 دولة بالضبط دفعات 20.7 مليون دولار للبيت مال القدس الشريف. عرفت شنو؟ 73% من هاد التبرعات كان مصدرها المغرب ب 15 مليون دولار. السعودية بيدها ياك البترول والحالة، يلاه دفعات 2.7 مليون دولار، ما كاملاش حتى 13%. مصر والكويت 5%، ولبنان والبحرين وإيران باكستان اقل من 1%. ونزيدك راه من غير تبرعات ديال المملكه كاين حتى تبرعات المؤسسات والافراد المغاربه. من 1970 والمغرب كيفرض واحد الضريبه على كل باكيه ديال الكار كتباع وعلى كل تيكي ديال السينما وديال المسرح، ضريبه خاصه كتسمى ضريبه فلسطين. 80 مليون درهم فلوس كتمشي لصندوق دعم المغرب للشعب الفلسطيني. المغرب هو الممول الاكبر لبيت مال القدس الشريف. المغرب هو اللي كيشرف على جميع المشاريع اللي موجهه للقدس وكيمولها. ترميم الزاويه المغربيه اللي حدا حائط البراق واللي كترجع للزمن ديال صلاح الدين الايوبي، زائد ترميم المساجد. المغرب اللي بنى المركز الثقافي بيت المغرب بجوج المليون دولار واللي جعله بعد جوج دروبه من المسجد الاقصى. 11 مليون دولار مشات في المشاريع اللي كتعلق بالتعليم للشعب الفلسطيني، تمويل المدارس وبنائها بالكامل، اعاده بناء كليه الهندسه الزراعيه في غزه اللي دمرها الاحتلال الاسرائيلي لسنة 2009 واللي كلفات 6 مليون دولار، زائد المشاريع الاجتماعية والرياضية والثقافية، وفي قطاع الصحة بالخصوص زائد المساعدات الإنسانية اللي كتنقلها الطائرات المغربية من الرباط للفلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من المواد الغذائية والدوايات ديال العلاج والمانطات. ايوا غتقول لي منين المغرب كيدير هذا الخير كامل على قبل الشعب الفلسطيني الشقيق؟ الا كان هذا الشيء فعلاش مشى عورهق وطبع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني؟ ايوا انا غادي نقول لك تفرج في هذا الفيديو اللي درتو راه غتفهمش لا بوك حوايج. ثاني حاجه، الا كان صحيح داكشي اللي قال شلومو غازيت، فعلاش الملك الراحل الحسن الثاني غادي يصيفط التجريده المغربيه 6000 مقاتل من خير الضباط القوات المسلحه الملكيه باش يحاربوا اسرائيل وباش يدافعوا على اراضي فلسطين في حرب اكتوبر؟ كاين عاوتاني اللي قال باللي هادوك غير الضباط اللي بغى يتهنى منهم من مورا المحاوله الانقلابيه. ايوا راه كي درتي معك حل الراس وحله، هانتوما تبعوا معايا مزيان في هذا الحل. 5 يونيو 1967 نضت الجيرة ما بين العرب وإسرائيل. 6 أيام ديال القنبول والتفرقيع سالات بالهزيمة ديال الجيوش العربية وربحات فيها إسرائيل. ها اش دارت إسرائيل؟ زادت احتلات الضفة الغربية وقطاع غزة، زادت دخلات في الجولان، شدات هضبات الجولان ديال سوريا واحتلاتها، وزادت احتلات حتى سيناء ديال مصر.
اش داروا القادة العرب؟ جمعوا القادة ديال العرب في عاصمة السودان واتفقوا على كلمة واحدة، شوفوا غنخدموا معاهم باللاءات ثلاث كتوابت، سرت مرت لا سلامة مع إسرائيل، لا مفاوضات مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل. ومن تما هما كيفكروا في حرب جديدة مع إسرائيل باش يرجعوا الكرامة المفقودة واسترجاع الأراضي اللي ضاعت. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، فلنا في قدسنا وعد ووعود. لكن خليني نعود لكم على الحكاية ديال الغدر والخيانة، خليني نعود لكم على المغاربة اللي شاركوا في حرب أكتوبر ضد إسرائيل باش يحروا هضبة الجولان وسيناء. العنوان ديال حلقة اليوم خاصو يكون يا كب حفيظ، هذا هو خيري، مصيفت لك وليداتي، مصيفت لك رجالي دافعوا على عيالاتكم في حرب أكتوبر، خليتي صواريخ العدو يقصفهم، جاب الله كين الله كون ما دخل صدام حسين، كراس السلاف مغربي ماتوا هما كيقاتلوا إسرائيل، القوة العسكرية الكبرى في الشرق الأوسط واللي تسمات بالجيش الذي لا يقهر. سيداتي سادتي مرحبا بكم في حلقة اليوم، حرب أكتوبر، حرب رمضان، حرب كيبورد، حرب الغفران، تختلف الأسماء والأسطورة واحدة، أسطورة الجيش المغربي اللي سال الدماء ومن أجل تحرير فلسطين والدفاع على الأراضي العربية ومحاربة إسرائيل. حلقة اليوم مغاربة كسروا عظام إسرائيل، فشنو قصة حرب أكتوبر وكيفاش وعلاش المغرب شارك في هاد الحرب اللي بعيد عليه بكتر من 4000 كيلومتر، وشنو قصة بطولات تجريدة المغربية وكيفاش قاتلوا المغاربة جيوش إسرائيل في هاد الحرب، والخيانة ديال الرئيس السوري حافظ الأسد، وكيفاش نقد صدام حسين المغاربة في هاد الحرب. الحلقة ديال اليوم فيها شلابك ومعلومات، ضروري تتبع معايا الفيديو تالاخر ما تزقل والو، اعطونا لايك واشتركوا في القناة وتابعوني على الانستغرام. ها هو الانستغرام، هو هذا الانستغرام، على بركة الله. يناير 1973، وزير خارجية سوريا عبد الحليم خدام كان كيدير واحد زيارات للدول السعودية والسودان وليبيا وتونس والجزائر باش يجمع الدعم العسكري. ونهار 22 يناير 1973 قطع الطيارة للمغرب العاصمة الرباط عبد الملك الحسن الثاني كيبكي ويشكي عليه أن القوة الجوية الإسرائيلية تبردت عليهم مزيان وكيطلب منه المساعدة العسكرية باش يواجه قوات الاحتلال الصهيوني وهجومات الطيران الإسرائيلي على سوريا. جاوبوا الحسن الثاني انا مزوقة عبد الحليم، لا تطلبني شايرة ما عندي ما نعطيك، قاس حسن من كذاب، لكن الا بغيتي الرجال راهم عندي، فالمغرب بلد الرجال. المغرب اللي كان في ازمة وباقي تا مخرج من الصدمة ديال جوج المحاولات الانقلابية، واحدة في السماء والاخرى في الارض، وعلى بونت كانت غتسالي مملكة عمرها اكثر من 12 قرن تولي جمهورية، كان هو اول بلد يرسل قوات لسوريا باش يقاتلوا اسرائيل. سعود فبراير 1973 جاءوا ثاني الجنرال ديال مصر رئيس أركان الحرب سعد الدين الشاذلي ضرب دور عبد الحسن الثاني باغي مساعدة مغربية في هذه الحرب القومية، فقال له الحسن الثاني خذ اللي بغيتي كل شي ديالك، أنا مستعد نعطيك العتاد والمدفعية والمصفحات والجنود بل وحتى سرب من الطائرات. هذا الشي بشهادة سعد الدين الشاذلي في كتابه مذكرات حرب أكتوبر. فخرج الحسن الثاني في خطاب للشعب المغربي اللي بغى يمشي يتطوع باش يدافع على الأراضي العربية من الاحتلال الصهيوني، لقد كنا دائما من الدعاة الأولين للتضامن والوقوف جنبا إلى جنب مع الذين هم يستشهدون صباح مساء، لتبقى كلمة الله هي العليا ولتبقى راية الإسلام رافلة في جو من النصر والكرامة على تلك التربة الطيبة المقدسة، تلك التربة التي أخرج الله منها للبشرية نباتا حسنا وفيها التقت كل الديانات السماوية. لذلك قررنا أن نرسل إلى سوريا الشقيقة وحدات آلية وقوات بشرية من قواتنا المسلحة الملكية ابتداء من الشهر المقبل، وافتح باب التطوع. فبدأوا الضباط المغاربة اللي دوزوا التجنيد الإجباري غالبيتهم من الشباب 20 عام 24، وقع لي فيهم روح تقاتيل كيعمروا مكاتب تسجيل، عازمين على النصر، حالفين يوكلوا التراب المحتل الإسرائيلي، رجال يضحون بالغالي والنفيس، روح عالية من الشجاعة، واكثر من 3000 من الوجوه البشوشة البريئة من المغاربة اللي فيهم من دوز الخدمة العسكرية، وفيهم اللي كيعرف غير يشد الكلاشينكوف، لا يخافون
جيوش الاحتلال باغيين يستشهدوا في ساحة القتال. لي فولونتير بكثرة ما جاوا الرجال داروا القرعة باش يتعزلوا، وفي نفس الوقت بدات حملات تبرع بالدم. بداها الحسن الثاني بنفسه طوعوا المغاربة موراه، جمع التبرعات من الأغنياء وعطى الأمر باش الزكاة داك العام تمشي للأرامل وعائدات شهداء الحرب. ومشات التجريدة المغربية اللي كان أغلب الجنود فيها من قشلة قصر السوق في الراشدية ومن مدرسة دار بيضاء في مكناس. انطلقوا من ميناء الرباط قاصدين الجولان قبل الحرب تحت الإمرة ديال الجنرال الصفريوي. الميسيون اللي كانت شبه مستحيلة باش تصيفط جيش من أقصى غرب إفريقيا حتى لسوريا مسافة 4000 كيلومتر، تعبروا الحدود تطوي المسافة تطين. الله أكبر، وانطلقنا للجهاد والفداء، باسم الوطن باسم الحسن لبينا النداء. 9 يونيو في 73 وصلت 3000 جندي من التجريدة المغربية اللاذقية في سوريا بقيادة الشهيد الكولونيل عبد القادر العلام اللي غيستشهد في سقوط قذيفة من طائرة إسرائيلية على العربة ديالو منين كان في الجبهة. تم خطب الحسن الثاني في شارع محمد الخامس في العاصمة الرباط في استعراض عسكري أو حفلة وداع ديال التجريدة، خطاب لرفع المعنويات. أقول لكم أيها الجنود إنكم بكفاحكم هذا ستكونون مخلصين لشعاركم الله الوطن الملك، وستحاربون في سبيل بلد مقدس هو أولى القبلتين وثالث الحرمين وفي سبيل الوطن، لأن كل وطن عربي هو وطن كل مغربي، وستجعلونني رافع الرأس مشرفا فخورا باستشهادكم وشجاعتكم. يلا حمروا لنا وجاهنا وودعهم المغاربة نساء ورجال بالورد والزغاريت، وداع كيليق بالأبطال، وسرب من الطائرات المقاتلة المغربية غتقلع من القاهرة، ثلاثة الوحدات من القوات المسلحة الملكية بطائرة البوينغ والكرافيل المدنية. وقبل ما تبدأ الحرب كانوا 3000 من الجنود المغاربة فوق أرض مصر مدعومين ب 52 طائرة حربية مغربية، 40 منها من طراز F5 و 12 من طراز الميج زائد 30 دبابة. وغي وصلوا بدلوا لهم اللبسة باش يتفرزوا في اللون على اللبسة العسكرية ديال الإسرائيليين. فكان أول جيش عربي مشى لجبهات سوريا والمصرية كيحارب من جوج جويه، وتحطوا تحت القيادة العسكرية ديال البلدين، حافظ الأسد في سوريا وأنور السادات في مصر. و 6 أكتوبر 1973 عيد الغفران الإسرائيلي اللي هو أقدس الأعياد الإسرائيلية واللي كيكون فيه كل شيء في عطلة، ومع الجوج ديال العشية ساعة صفر في وقت واحد على جوج الجبهات، هجوم مفاجئ مضوبل على القوات الإسرائيلية، واحد للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة والآخر الجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. العملية اللي تسمات بخطوة بدر تيمنا بغزوة بدر اللي كانت حتى هي في رمضان. بدأت الحرب وكتيبة الصفريوي كتسنى الأمر بالهجوم، وهنا غتبدأ القصة ديال التجريدة المغربية. المغاربة حروا الجولان وعلقوا فيه الدرابو ديال سوريا، ودخلت التجريدة المغربية لجبل الشيخ والقنيطرة، هجوم شامل تحت ستار المدفعية الثقيلة، هجوم بالطائرات على المواقع والتحصينات الإسرائيلية في عمق الجولان، القنبول والصواريخ خيط من السماء، وغارات جوية على أهداف إسرائيلية دقيقة واستراتيجية. ما خلاو رادارات عسكرية، ما خلاو قشلات ديال إسرائيل والتجمعات العسكرية والدبابات وخطوط الإمداد ومرابط المدفعية الإسرائيلية. وحق المغاربة النصر، المغاربة اللي تفكروا الآية الكريمة، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. كان من المفروض أن طائرات الميج السوفياتية الصنع اللي كانت عند سوريا أنها توفر لهم غطاء جوي وتحمي العسكريين المغاربة، لكن فجأة الكارثة غتوقع بدون سابق إنذار. حافظ الأسد رئيس سوريا شاف تعيا، سكح لي دكة ديال أتاي مع خبز الطافون، وقال مع رويساتو دابا بلاش أنا غادي نخاطر بالجنود ديالي، على قبل 3000 ديال المغاربة خلي داكشي يموت، وعطى لوردر بالانسحاب. هاو علاش؟ الله أعلم. وخلى المغاربة في الجولان بلا تغطية جوية باش تبدا مقتلة المغاربة في حرب أكتوبر، ويجي الطيران الإسرائيلي يدير المغاربة الإبادة لأن ما عندهمش دفاع جوي يحميهم، والطائرات الوحيدة اللي فوق ريوسهم هي الطيارات الإسرائيلية الميراج والF5. فبقاو المغاربة اللي كانوا في الخطوط الأمامية في مرصد جبل الشيخ مساكن كيتصنتوا للدقة، راس مالهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. واش كانت خيانة حافظ الأسد ولا كان خطأ استراتيجي؟ خاصنا نعرفوا بزاف ديال الحوايج على السياق اللي دازت فيها الحرب. وقبل ما نشوفوا باش غيتليوها أرى ندير واحد الجرد لتاريخ فلسطين من البداية ونشوفوا هاد 73 ديال الاحتلال الإسرائيلي كيفاش طرا.
رجع معايا لور 3000 سنة قبل الميلاد وصلوا الكنعانيون لأرض فلسطين واستقروا فيها وسيطروا عليها حتى تسمات فلسطين بأرض كنعان. حتى 2004 قبل الميلاد نبي الله داود عليه السلام غادي يوحد القبائل في مملكة عاصمتها القدس، خلفوا من بعده ولده سيدنا سليمان عليه السلام، وبقات مملكة إسرائيل كتحكم أرض فلسطين حتى الحكم الآشوري، من بعد الفارسي الإغريقي الروماني حتى 636 ميلادية اللي كانت عصر ديال الفتوحات الإسلامية. جيوش الخلافة الراشدة تحت القيادة ديال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه غادة تغلب جيوش فارس والإمبراطورية البيزنطية، وتم تسليم القدس للخليفة عمر بن الخطاب، ومن ثم وفلسطين تحت حكم المسلمين حتى 1099. 1099 ميلادية شكان؟ كانت الحملات الصليبية كانوا النصارى بقى فيهم الحال كيتجمعوا بالجيوش ديالهم بدعم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وكيقاتلوا المسلمين باش يستعدوا القدس، واستولوا عليها نيت وبقوا شادينها. قبة الصخرة رجعوها ضريح الرب، والمسجد الأقصى رجعوه قاعة سليمان. سيريا 1187 القائد الأيوبي صلاح الدين حلف لابتسم ولا ضحك حتى يرجع القدس للمسلمين، جمع جيوش جرارة ومنهم المغاربة بالخصوص باش يشاركوا في معركة حطين ضد النصارى ويرجعوا الأرض المقدسة للحكم المسلمين. ومن تماك وبقات فلسطين تحت الحكم ديال الإمبراطورية العثمانية. كل شيء هو هذاك وما كاينش حس اليهود فلسطين لو ماشي شي عدد قليل ما فيتش 3%. الفيلم غادي يبدأ في 1917 مع سالات الحرب العالمية الأولى ومع ضعف ديال الإمبراطورية العثمانية. إمبراطورية بريطانيا غتحط يديها على القدس وعلى فلسطين، وغادي تدخل فلسطين تحت الانتداب البريطاني بالتقسيم ديال اتفاقية سايكس بيكو. علاش انا دابا تنقول لك هادشي؟ تنقول لك هادشي باش تعرف اش كاين وتفهم مزيان الاحداث بالتسلسل، واخا راه هي مشبكه. ايوا سيدي، تما بالضبط غتبدا الملامح ديال المخطط الصهيوني، وبدات الفصول الاولى لقضيه فلسطين. الاضطهاد والتشتت اللي عاشوه اليهود في اوروبا خلاهم يفكروا انهم يديروا شي كيان ديالهم بوحدهم يتجمعوا فيه كاملين. اليهود كاملين قالوا هذه فكره مزيانه، ولكن فين غادي نتجمعوا؟ ما عرفوش داخل. وهنا غيجي واحد الواحد عنده لحية سميتو ثيودور هيرتزل، هو زعيم صهاينة، ضرب واحد القهيوة قاصحة بلا سكر وكتب واحد الكتاب كيقول فيه اليهود ديال العالم شوفوا، وكيدعو فيه الوطن كيجمع كاع اليهود اللي تشتوا، واقترح عليهم باش يتعزلوا يا اما الارجنتين ولا اوغندا ولا فلسطين ولا الموزمبيق، وخلاهم هما يتعزلوا فين بغاو. داروا مؤتمرات يهودية متتالية لجمع التبرعات ودعم الحركة الصهيونية بالمساعدة ديال بريطانيا وديال ميريكان، وبقاو مني منك حتى عزلوا فلسطين باش يأسسوا الدولة العبرية ديالهم. وتم بدات الهجرة ديال اليهود لفلسطين، ولا اي يهودي كيهز الباليزة ديالو كيقصد فلسطين. هجرات بالالاف في الباطويات لفلسطين. ولكن واش اليهود مني كانوا كيجيو الاراضي الفلسطينيين، واش الفلسطينيين كانوا كيبيعوا لهم اراضيهم؟ واش بصح اليهود كانوا كيعطيو للفلسطينيين الفلوس وكيشريو ديك الارض وبالتالي كتولي ملك ديال اليهودي؟ بصراحة كيبان ليا قصة فلسطين وشنو كيوقع حاليا في غزة وفي القدس الشريف خاصو فيديو بوحدو نشرحو فيه تاريخ فلسطين تفاصيل كاملة، ونعرفوا كذلك شنو كتعني كتائب عز الدين القسام، نعرفوا حركة حماس، حركة فتح، نعرفوا سرايا القدس، نعرفوا غزة، نعرفوا منين كيجي القنبول، ونعرفوا القوة ديال القبة الحديدية اللي كتملكها إسرائيل باش داك اللي ما فاهمش تو يفهم. وأراد بعد نرجعوا للتجريدة المغربية باش نشوفوا كيفاش فكوا الحريرة ديالهم. الجنود المغاربة وهما كيتسلقوا جبل الشيخ تحت وابل من الرصاص الإسرائيلي حتى وصلوا للقمة وسيطروا على المرصد. هاد النصر المغربي ما عنده ثمن حيت مرصد جبل الشيخ كيتعتبر عين إسرائيل على سوريا، لأن عنده موقع استراتيجي مهم، لأن على قمة الجبل كاين مركز محوري للاتصال اللاسلكي والرصد والمراقبة ديال إسرائيل، عنده قوة حاسمة في كل بلاد الشام من خليج العقبة جنوبا إلى ما وراء العاصمة دمشق شمالا، واللي كان من المفروض أن هاد النصر الاستراتيجي لأنه بدون جبل الشيخ إسرائيل ولات عمية، والهزيمة ديالها في الحرب كانت مسألة شبه محسومة. كان من المفروض أن سلاح الجو السوري يحمي هذا النصر المغربي الساحق ويأمن المجال الجوي ديال جبل الشيخ، لكن اللي وقع هو أن الطيارات الوحيدة اللي بدات كتفرفر في الأجواء فوق الريوس العسكريين المغاربة كانت هي الطائرات الإسرائيلية من نوع ميراج و F5، بسبب خيانة الرئيس السوري حافظ الأسد اللي سحب مقاتلات الميك السورية وخلى المغاربة منهم القصف الجوي الإسرائيلي.
الليلي أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا الشيء تسبب في خسائر كبيرة في صفوف الجنود المغاربة واستشهاد عدد كبير منهم. تم عود الجنود المغاربة المقولة الشهيرة ديالهم إلى هزنا الماء كيجي الفرج من السماء. الفرج غيجي من عند الشهيد صدام حسين اللي كان نائب رئيس العراق ديك الساعات، وغير سمع الأخبار دخل وصيفط سلاح الجو العراقي يغطي على انسحاب الجنود المغاربة، وكون ما هو كون رجع جنود تجريد المغربية غدار لهم الإبادة من الطرف، وكاملين كانوا غادي يستشهدوا. البسالة والشجاعة ديال جنود هاد التجربة شهد بهم العدو قبل الصديق، وجيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف أنه شاف الجحيم الأسود على أيدي الجنود المغاربة اللي كانوا كيحاربوا بلا ما يكون عندهم هاجس الخوف، لدرجة أن الجيش الإسرائيلي ملي ما صور والو من جنود تجريد المغربية أرسل سلاح الجو اللي كان كيلوح عليهم منشورات كيقول فيها أنهم جنود بواسل وشجعان، وأن الجيش الإسرائيلي كيحترمهم وكيطلب منهم يتوقفوا على القتال. ومنين سالات الحرب الشهداء 150 اللي ماتوا من هالتجريدة الدفن في مقبرة القنيطرة في الجولان السوري، وسوريا سمات أكبر ساحة في العاصمة دمشق باسم التجريدة المغربية، وداروا ليهم تمثال، وكان المغفور له الحسن الثاني وحتى الملك محمد السادس وقت ما مشاو لسوريا كيزوروا قبور شهداء هالتجريدة باش يبينوا باللي المغرب ما عمرو ينسى هاد الجنود الأبطال كيف ما عمرو ينسى الخيانة ديال النظام السوري. إنكم ولله الحمد أعليتم رايتنا وأعليتم شأننا وكلمتنا، وأرجعتم للشجاعة المغربية وللبسالة المغربية ما كان معروفا عنها. كانت هذه كلمات الملك الراحل كيخاطب العائدين. إننا أردناها في مواقيتها ومواقعها، علينا إذن ألا نظهر بالمتهورين وأن نظهر بالشعب العربي والأمة الإسلامية التي هي في مستوى مواعيد التاريخ. إلا كانت إسرائيل هي الدولة الوحيدة اللي كتفرض على كاع المواطنين ديالها التجنيد الإجباري، وهي اللي كتجبر كاع نسائها الخدمة العسكرية وكيحطوا لك علقوقات باش تعرف الخطة ديالهم الخبيثة باش يبينوا لك أنهم غير ضريفين وكيوت. الكيان الوحيد اللي النص سكان ديالو في الجيش، جيش الاحتلال. إلا كانت إسرائيل هكذا فراه لن تركع أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم. نحن المغاربة لنا شهداء في مصر والجولان وسوريا اللي لولا الجنود المغاربة كانت العاصمة السورية دمشق طاحت في يد إسرائيل. لنا شهداء في القدس الشريف شهد عليها باب وحارة المغاربة. لنا شهداء في الأندلس في فرنسا في ألمانيا. لنا شهداء في الفيتنام وعندنا باب سميته باب المغاربة في العاصمة الفيتنامية هانوي. لنا شهداء في اليمن وفي حروب الصحراء، وياما دماء المغاربة سالت على ود المبادئ النبيلة. وهذا الشيء راه ماشي غريب على المغرب، أرض الإمبراطوريات العظيمة اللي بلات البلاء الحسن في الدفاع وإعمار فلسطين عبر العصور. فراك انت ما غتلقاش في القدس الشريف حارة سميتها حارة العراقيين ولا حارة مصر، ولكن راه أشهر الحارات اللي كانت في البلدة القديمة كانت حارة المغاربة. وكاين حتى الآن جوج ديال الأبواب في مدينة القدس سميتهم باب المغاربة، واحد كاين في الصور الجنوبي ديال البلدة القديمة، والآخر مدخل رئيسي المسجد الأقصى المبارك. ومن الطبيعي باش يخلي صلاح الدين الأيوبي حراسة المسجد الأقصى للأسود المغاربة، فهم شعب شجاع مقدام. فحي الله أرضا أنجبت العظماء والعلماء والصلحاء، علموا أبناءكم فنون القتال وليس الرقص في التيك توك. القدس تنتصر بإذن الله، اللهم احمي فلسطين. إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين، اللهم انقذ المسلمين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انتقم من أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم ورد كيدهم في نحورهم، اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين، اللهم إنهم أهلنا قد ظلموا بغير حق وأخرجوا من ديارهم في شهرك الكريم ومنعوا الصلاة في مسجدك المقدس. اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين. اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سلات، شكرا لكم بزاف على المتابعة. ما تنسوش ديروا جام وابوني وتابعوني على الانستغرام. ها هو الانستغرام، هو هذا الانستغرام. كان معكم خوكم وحبيبكم يونس مسرار. السلام عليكم، دوزوا بخير. يا قدس يا مدينة الصلاة، يا ليلة الإسراء.
الذين جاءوا إلى قطرنا من المغرب الشقيق ليشاركوا في معركة العزة والكرامة وليقدموا الدم سخيا إلى جانب إخوانهم في سوريا ومصر، فجسدوا بذلك وحدة الأمة ووحدة المصير وقدسية الهدف.